48 زائر عربي ب 15 سنت تقريبا، و47 زائر امريكي ب 30 سنت تقريبا. تقول لي انت عرفت منين ان 47 دول زوار امريكيين؟ هقول لك، لان انا اللي جايبهم امبارح. يا اهلا بيك في قناه مستر منتج. النهارده اول حلقه من حلقات الربح على السريع، هي هتبقى بلاي ليست جديده ان شاء الله هعملها، او سلسله حلقات ان شاء الله هبداها، ودي هتبقى اول حلقه فيها. لكن اعرف ازاي ان انا الحلقه دي عجبتكم، او هعرف ازاي ان السلسله دي انتوا عايزين منها كتير وعجباكم؟ فيا ريت سيب لايك الفيديو ده. ايوه، انزل تحت دلوقتي واعمل لايك للفيديو ده عشان نوصل الفيديو ده لعدد كبير جدا من اللايكات. تقريبا يعني اللايك اللي انا نفسي اوصل له هو 100 لايك، يعني بشوف 500 600 700 مشاهده وبتعدي 1000 مشاهده، ولكن ما بلاقيش ال 100 لايك اللي انا عاوزهم. فيا ريت يا جماعه كل واحد شايف الفيديو دلوقتي ينزل يعمل لايك. السلسله دي بتعتمد بشكل كبير على الربح السريع، اللي هو انك تسحب الفلوس في نفس اليوم وبطريقه سهله وبدون مجهود، يعني المجهود كله هيبقى اقل من ساعه وساعه. طب انت عايز تعرف ازاي انك كسبت الدولار في اقل من ساعه؟ تابع معايا الشرح ده للاخر. بس قبل ما تتابع الشرح، اتاكد انك عامل اشتراك في القناه، واتاكد انك عامل لايك لصفحتنا على الفيسبوك. تمام، ونبدا على طول الشرح مع بعض. هنستخدم الشرح ده على موقع اب فور ايفر. طب ليه انا استخدمت موقع اب فور ايفر؟ لاكتر من حاجه. اولا، موقع اب فور ايفر هو بيسحب عن طريق فودافون كاش اللي انا اقدر اسحبه في جيبي النهارده. تمام، فودافون كاش انا اقدر اسحبه النهارده، دي حاجه يعني واضحه في اب فور ايفر. تمام، ان انا ممكن اسحبها النهارده واروح للفرع بتاع فودافون واخد الفلوس. طيب، انا ربحت كام من اب فور ايفر؟ ربحت 1 دولار. 1 دولار، ازاي ربحت 1 دولار؟ زي ما قلت لك ووريتك في اول الحلقه ان الاي بي الامريكي بيكسب كويس. انا الصراحه عشان ما اكدبش عليكم، انا في ربع ساعه جبت 30 سنت، او في ثلث ساعه جبت 30 سنت، يعني في ساعه ممكن اجيب دولار، تقريبا ممكن اجيب دولار في ساعه. فانا كان معايا 70 سنت، فقلت اكملهم لدولار. فانا في ثلث ساعه بالظبط، في ثلث ساعه جبت 30 سنت. فالطريقه بسيطه جدا وسهله. فزي ما انت شايف اهو، دولار لسه بيندنج، ولكن هيجي النهارده باذن الله. زي ما انت شايف، دولار على فودافون كاش. الطريقه بسيطه جدا، انك هتعمل اللي انا هعمله ده بالظبط. هنفتح نوكس بلاير عادي جدا بتاعنا، وهنعمل حاجه تانية عشان نخرج بس من دي. وبالموبايل بتاع حضرتك هتبدا تشتغل معانا. هنفتح نوكس بلاير عادي، وهتجيب رابط تحميل مثلا، اي رابط. نخش مثلا على ماي فايلز ونجيب اي رابط تحميل. انا اسف بس على الصوت، لان فعلا لسه صاحي تقريبا، فحاول اعمل الفيديو ده بس بسرعه. ده انا كنت بحمله امبارح، يعني ده اللي انا اشتغلت عليه امبارح. زي ما انت شايف في 47 تحميله، ده اللي انا كنت شغال عليه امبارح. هننزل مثلا نجيب حاجه سهله زي ده، ونعمل له كوبي لينك لوكيشن، ونفتح برايفت لينك دوت دي اي. بصوا، كل ده كوم، والطريقه دي والحته دي كوم. تمام، يعني دي اهم حاجه في الطريقه كلها. حلو، من غير دي الطريقه ما تنفعش. تاخد ده كوبي بكل بساطه، وتخش على نوكس بلاير، وبعد ما فتحنا بافن هتعمل هنا بيست للرابط. تمام، وضغطنا انتر، الرابط هيعمل ريدايركت وهيفتح معاك اب فور ايفر عادي جدا. هتحمل الرابط بكل سهوله، وهتلاقيه بيعد معاك وهيزيد عادي جدا. مثلا انا كنت حملت ده اللي هو السكريبت ده، زي ما انت شايف في 21 تحميله. تمام، 21 تحميله. هننزل تحت، تمام، فري داونلود. هننتظر الوقت لما هيعدي. للعلم الطريقه دي مش بتنفع مع كل المواقع، انا جربتها مع اب فور ايفر لانه بيسحب على فودافون كاش ويوميا، والسحب سهل وبتاع، لكن مش بتنفع على كل المواقع. في بعض المواقع بتبقى صعبه جدا. تمام، فزي ما قلت لك اب فور ايفر هو الموقع اللي استخدم عليه الطريقه دي. في طبعا مواقع تانية اجنبيه زي موقع ابلود اوشن او اكتر من موقع، انت ممكن تستخدم عليه نفس الطريقه وهتنفع معاك، لكن ده بيدفع عن طريق باي بال وحاجات تانية. لكن انا بتكلم عن الربح اليومي السهل، الربح اليومي السريع، هو ده اللي هنستخدمه في اللي هو البلاي ليست الجديده بتاعتنا على السريع، او الربح على السريع. تمام، هتلاقي هنا ظهر لك دي، وبعد كده كليك تو داونلود. تمام، ضغطه واحده. طبعا اللي خلاني برضو اعمل الشرح ده على اب فور ايفر، او ادور لشرح لاب فور ايفر، لان اولا كان معايا فلوس فيه، وتاني حاجه ان اب فور ايفر فيه كميه كبيره جدا من البوب اندر اللي مش عارف ازاي هم عايشين كده، يعني ازاي جننوا الناس بتوع التحميل كده. فعلا بوب اندر بشكل كبير جدا. تم التحميل زي ما انت شايف فوق. هننتظر بالظبط زي ما انت شايف مثلا دقيقة أو حاجة لحد ما هتتحسب. هننتظر دقيقة بس، تمام، لحد ما هتتحسب.
زي ما انت شايف، وحتى من غير ما انتظر اتحسبت في ثانية زي ما انت شايف. بص في ثانية حتى من اول ريفريش لقيتها اتحسبت تمام. الربح بتاع اللي هو الدولة الأمريكية هو 7 من 1000، 7 من 1000 سنت، 7 من 1000 دولار، اللي هو يعني الرقم ده لو فتحنا مثلا الكالكوليتر اللي هو الرقم ده 0.00 ثانية نقطة كده، هو ده يعني 2 بيساوي كده، الاتنين بيساوي كده اللي هو سنت واربعة تمام. يعني انت محتاج مثلا 100 عشان توصل ل 50 سنت مثلا، او اكتر من 50 سنت، لا 100 بيوصلك ل 70 سنت تمام، 100 هيوصلك ل 70 سنت. فالطريقه سهله وبسيطه يعني 100 بس. انت 100 دول ممكن تجيبهم ازاي؟ ممكن تجيبهم عن طريق النوكس، تفتح اكتر من رابط وتعملها، ممكن تجيبهم عن طريق الموبايل، ممكن تجيبهم عن طريق موبايل حد تاني، ممكن تقعد انت مثلا وقرايبك وتجيبهم في ثانيه في ثانيه، والموضوع كله سهل. فاقل من ساعه هتوصل لرقم كويس جدا ومحترم، و يعني وهتسحبه في نفس اليوم على فودافون كاش، او عندك يعني لو دخلنا على طرق السحب بتاعت اللي هو اب فور ايفر هتلاقيها كتيره جدا. يعني طول الدفع يا سيدي بروفيت سيستم، لا بيمنت انفو تمام. بص طول الدفع عامله ازاي، بص باي بال قريبا، بايزا وبيتكوين وبيرفكت موني ونتلر وبايونير وسكريل وويسترن يونيون تمام، كل ده يوميا، وكاش بلس، واللي هو عندك اللي هو ده اللي هو اي دينار بتاعت اي دينار سمارت ده اعتقد بتاعت الاخوه التونسيين، وعندك حاجات للجزائر، وعندك تونس تونس، وعندك حاجات للمغرب، حاجات تمام تمام يعني الناس كلها بتشتغل فيه اب فور ايفر. فزي ما قلت لك الدنيا هنا تمام خالص، وهتسحب يوميا وربحك هيبقى في جيبك تمام. زي ما انت شايف انا سحبت زي ما انت شايف، بص بقت 2 اهي تمام. فالطريقه بسيطه جدا وسهله، فمحدش يقول بس ان هي طريقه معقده او طريقه صعبه او حاجه، فالطريقه هي بسيطه جدا وسهله. انت بس هتحمل مش اكتر تمام. الفلوس لسه بيندنج زي ما انتم شايفين، اتمنى ان هي تتسحب النهارده تمام. فالموضوع كله سهل وبسيط، اتمنى بس يكون السلسله دي عجبتكم والنت عجبكم، واسف مره تانية على الصوت، واسف مره تانية لو كنت دايخ بس شويه كده لسه صاحي فعلا. فيا رب بس تكون السلسله دي عجبتكم، وزي ما قلت لك مش هعرف انها عجبتكم غير ما اشوف اللايك بتاعك اسفل الفيديو، واوصل الفيديو ده ل 100 لايك. كان معكم مصطفى من قناه مستر تك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتعمل شير للفيديو عشان الناس كلها توصل لها حلقه ربح على السريع. كان معكم مصطفى من قناه مستر تك مره تانيه، شكرا شفت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.